زهير جراوي ضارب الفريق المغربي. ألف مبروك الفوز على رواندا. إزاي تشوف المباراة وبالذات بعد الشوط الأول الصعب؟ الله يبارك فيك. أولا شكرا. أشوف المباراة أنه المباراة الأولى لازم كان لازم يعني نربحها عشان نلعب مرتاحين المباراة المقبلة إن شاء الله. والحمد لله كانت بداية غير موفقة بس استرجعنا الموقف وفوزنا 3-0 الحمد لله. إزاي تشوف فرص المغرب في الفوز بالبطولة دي بعد الميدالية البرونزية في البطولة الماضية؟ الفرص حاليا ما أقدرش أقول لك الفرص عشان ما شافش نيفو طالع كيفما نقولوا احنا. نيفو كاين في الشامبيون دافريك هذا العام طالع. بالتوفيق ان شاء الله في المباراة القادمة. ألف مبروك.